ولمزيد من الحديث والنقاش حول تداعيات تفجير مرفأ بيروت ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اللبناني السيد ربيع حداد. مرحبا بك معنا. أهلا بكم، حياكم الله. عادت التظاهرات من جديد وتحت ضغط الشارع استقالت حكومة حسان دياب، كيف تقرأ هذه الاستقالة وهل قدم دياب أو قدم كبش فداء لتهدئة الشارع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداءً تحية لك ولمشاهدي قناة الرافدين في كل مكان. يعني أنا من الذين اعتبروا أن حسان دياب سيكون كبش فداء منذ لحظة تكليفه، وطبعا الرجل ما كان له يعني سابق تجربة في إدارة يعني أمور البلد والسياسة. صحيح هو كان وزير تربية سابق، لكنه يعني شابت فترة وزارته أمور كثيرة، وعند بداية تكليفه كان هناك الكثير من الانتقادات التي وجهت له. فكونه يعني اليوم نعتبره كبش فداء ممكن، هو حقيقة وقع فريسة الفريق الذي فرضه على لبنان، وهو الفريق الذي يهيمن عليه حزب إيران. وكان يعني الهدف من تكليفه امتصاص غضب الشارع، في حينها كان هناك ثورة في الشارع، وكان يعني هناك يعني المظاهرات والمواجهات وما شابه ذلك. فجاءت هذه الفاجعة الآن لتؤكد يعني عقم حكومة حسان دياب وتزيد من مسؤوليتها عما جرى، وخاصة الآن بدأت المعلومات يعني تتوالى بالوثائق بأنه يعني أكثر من طرف الحكومة وعلى رأسهم حسان دياب ورئيس الجمهورية كانوا على علم بوجود هذه المواد الخطيرة. ف يعني كبش فداء. طيب نعود إلى الشارع الذي ضغط من أجل استقالة دياب ويطالب باستقالة البرلمان ورئيس الجمهورية، إلى أي مدى يستطيع الشارع أن يحقق ما يريد بعد أن أصبحت الطبقة السياسية التي تعتمد مبدأ المحاصصة الطائفية هي سبب أزمة البلاد أساسا؟ يعني المشكلة أن البلاد في أزمة بسبب هذه المحاصصة. نعم لا شك، لكن ضغط الشارع أسقط حكومة سعد الحريري في حينها قبل حوالي 9 أشهر، وأسقط حكومة حسان دياب، ويعني كسب مصداقية. لكن إلى أي مدى ممكن أن يؤثر الحراك في الشارع على مجريات الأمور مستقبلا؟ هذا سيعتمد حقيقة على نوايا الخارج. يعني زيارة ماكرون، خلال زيارة ماكرون وعد أنه سيكون هناك صيغة سياسية جديدة في لبنان. وطبعا هناك العديد من التحليلات لهذه الكلمة، لكن ما جرى بعد هذا والاتصالات التي أجراها ماكرون مع بعض الأفرقاء اللبنانيين يعني تشي ببعض الذي كان يعنيه، فهو لم يقصد الشيء الذي فهمه العديد من اللبنانيين، وخاصة عوام الناس اللي في الشارع واللي ينتظروا الفرج والمدد من الخارج، فهموا أنه يعني اصطفى أو انحاز إلى جانبهم، وأنه سيلغي هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي أوصلت العباد والبلاد إلى ما نحن فيه اليوم في لبنان. يبدو أنه لم تكن هذه هي يعني نية ماكرون، وإنما يريد أن يصل إلى لعله ميثاق وطني جديد قائم على محاصصة، وإنما قد تكون محاصصة سياسية هذه المرة أكثر منها طائفية، ولكن لابد وأن نعود إلى المحاصصة الطائفية. نعم. لأن السياسة في لبنان أصلا قائمة على هذه المحاصصة ولا ومقترنة بها، ولا يمكن الفصل بينهما. فالمخرج والحل المثالي هو في يعني رحيل هذه الطبقة السياسية وإيجاد
سلطة منبثقة عن الشعب وآمال الشعب وطموحات الشعب، وأنا ما أقول أن هذا الأمر يعني من السهل تحقيقه، فيعني دونه مسائل كثيرة. لا شك أستاذ ربيع، ولكن يعني دعنا نتوقف هنا عند هذه النقطة المهمة. يعني عندما أسقطت حكومة الحريري شعر الشعب بإنجاز، على الرغم من أنه كانت مطالب الشعب أنذاك اللبناني أكبر من ذلك بكثير، أكبر من سقوط حكومة. ثم جاءت حكومة حسان دياب وحصل ذلك الانفجار الكارثة الذي أصاب بيروت ولبنان. هل تعتقد أن الشعب اللبناني يمكن أن يتسامح هذه المرة أو يتراجع أو يتباطأ في الحصول على مطالبه وحقوقه، والتي على رأسها ما تفضلتم به الآن؟ نعم، الشعب حسم خياراته وأطلق شعار علقوا المشانق، والشعب يعني لا يمكن أن يتسامح هذه المرة. لكن مشكلتنا أن هذه الطبقة المتمرسة في المكر والخداع والمناورة والمراوغة استطاعت أن يعني تلتف على مطالب الشعب المرة الأولى، واستطاعت أن يعني تخرج من المأزق اللي وضعت فيه، ويعني تقلل الخسائر بفقط استقالة يعني رئيس الحكومة. ويبقى يعني الأمل بالله أولا، وثم بإصرار وثبات يعني الثوار في الشارع حتى تحقيق كافة المطالب. لكن أخي، نحن إذا أردنا أن نكون يعني واقعيين، يبدو أن الإيرادات الدولية في الشرق والغرب تريد أن تصل إلى تسوية. يعني حسب قراءتي هم لا يريدون خروج حزب إيران من الصورة بشكل نهائي، ولا شك يعني قدم لهم بعض الخدمات، لكن يريدون يعني حصر أو تقليم يعني أظافره في لبنان ومن ورائه إيران طبعا، وضمان. كيف تتوقع أن يكون ذلك أستاذ ربيع؟ يعني سيكون هناك يعني بعض الاتفاقات، ويقدم خلالها حزب إيران بعض الضمانات، ويتنازل عن بعض الأمور، لأنه الآن هو المهيمن والمسيطر على لبنان. نعم. بكافة يعني بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، هو أنا أسميه احتلال. فسيصل إلى تفاهمات معينة وصيغ معينة، يضطر طبعا حزب إيران بأن يعني يعطيهم بعض الذي يريدونه حتى لا يخسر كل شيء. نعم. والدليل على جدية فرنسا ومن معها أننا بدأنا الآن تحت يعني مظلة المساعدات، بدأت الآن بعض القوات الأجنبية تصل إلى لبنان. يعني هناك قوة فرنسية وقوة بريطانية، فكأننا نشهد عودة الانتداب من جديد، لكن بمسوح إنسانية وتضامنية. لكن بالنهاية أخي، هذا سيكون لضمان تنفيذ ما يتفق عليه مع حزب إيران. نعم. وإعادة إنتاج يعني سلطة جديدة تسكت غضب الشعب، ويكون ظاهرها يعني أنها شيء جديد، ولكن المضامين ستبقى هي. وصلت الفكرة عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اللبناني ربيع حداد، شكرا جزيلا لك.